احنا النهارده ميعادنا مع المحاضره رقم 6 في ماده المودلنج اند سيموليشن. وفي الحقيقه احنا اخر مره كنا وقفنا مع بعض على الجزئيه بتاع ان احنا يبقى عندنا سيستم ميكانيكال سيستم او الكتريكال، وطلعنا معادله ما بين الخارج والدفع اللي هي اكس اوف اس على اف اوف اس اللي احنا شفنا في مساله الميتد، اللي احنا سميناها ترانسفير فانكشن او داله النقل ما بين الخارج والدفع. دي عندنا في الكنترول سيستم بنسميها ترانسفير فانكشن. وترانسفير فانكشن دي هي عباره عن الاوتبوت على الانبوت اللي بتوصف الداينامكس بتاع السيستم. ما هو العلاقه ما بين الخارج والدفع الموجوده مع بعض؟ وطالما في داينامكس يبقى انا بشتغل على اس دومين او سيكونس دومين اللي هو 1 على اس تربيع وليكن زائد 3 اس زائد 4 او اي كيس القيم الموجوده معاه. اللي من خلال الكلام ده نقدر نقول والله احنا محتاجين نمسك ده ونعمله سيميليشن. ليه؟ عشان نقول نشوف شكل الترانسفير فانكشن دي عندنا عامله ازاي؟ يعني عايزين نشوف السيستم ده لما يشتغل مع الوقت الاستجابه بتاعته او البرفورمانس بتاعه ازاي؟ محور التايم مهم بالنسبه لي باخده عندي، وهنا باخد الاوت بتاع السيستم. وبالتالي هنا زي ما احنا قلنا قبل كده في الكنترول سيستم اللي موجود عندنا، ان انت ممكن يبقى حضرتك شغال في سيستم وبتقول له انا عايز اشوف الداينامكس بتاع حضرتك شكلها عامل ازاي. وطالما بتتكلم في داينامكس يبقى انا عايز اشوف شكل الاوتبوت. ليه؟ لان اذا ما قلت لحضرتك بتاعك في الكنترول سيستم ممكن يبقى السيستم بتاعي عايز يوصل للقيمه ديزاير، درجه الحراره بتاعتك كيف عايزه توصل ل 25 او 16 او زي ما انت بتظبط، يبقى في قيمه ديزاير اللي احنا بقولها تاني اهو ديزاير او سيت بوينت او ريفرنس، كل دي مسميات نفس الايه؟ نفس الاسم. فبتقول لي انا لو طلبت ان التكييف بتاعي يوصل 16، فيا ترى التكييف بتاعي هيوصل 16 ولا كده وصل؟ ما وصلش، لا ممكن يوصل كده. فده بتشوف مدى اداء السيستم بتاع حضرتك مع الزمن. ممكن السيستم تبص ده يوصل كده. ده 100 100 طبعا، مش كده؟ وفي سيستم تاني ممكن تلاقيه او تأسيس تاني تلاقيه بص كده. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الزمن طبعا تكييف 100 100 فاشتغل على درجة الحرارة 16 درجة أخرى، فده وصل في فترة زمنية مقدارها وليكن 5 دقائق، لكن عندنا ده وصل بعد ربع ساعة. فتقدر تقول التكييف ده كويس أو إيه؟ أو وحش. فبتحكم على أداء السيستم الموجود مع حضرتك من خلال إيه؟ حاجة زي كده. طيب، فبعد إحنا ما عملنا المودرنج وطلعنا معدل السيستم أيا كان نوعه، فعايزين نمسك دقيقة ونشوف حاجة قبل ذلك. فاللي بيعملها القصة دي مسألة السيميليشن اللي احنا من خلال برنامج اسمه المات خام عندنا، واللي تقدر تستطبعه على الكمبيوتر بتاعك خلاص تشتغل زي ما احنا هنشوف دلوقتي. المات لام ده بيعمل ايه؟ هو كلمتين مات ولام. اللام اللي موجود مع حضرتك ده كلمة كاتالوج أو معنى، وجه كلمة مات دي اللي هي مسمات يعني بيعمل أعمال حسابية، بيعمل طاقة وضرب ومصروفات ومحددات القصة كبيرة. الماتلاب هو عبارة عن سوفت وير أو بيئة فيها جرافيكال يوزر انترفيس جي يو اي للتكتل في البرمجة. إن أنت بيديك واجهة تقدر تشتغل بيها زي حاجة اسمها اللاب فيو. أنا بقول مصطلحات حطها في دماغك لأن ممكن تسمع الكلام ده عليك. اللاب فيو ده زي الماتلاب بالظبط، وبرضه الاثنين دول بنشتغل بيهم في الكنترول سيستم. كنترول بس يا عم؟ لا. في حاجات كتير قوي خاصه بالهندسه زي الكوميونيكيشن، زي الايمج بروسيسنج، زي الناس شغاله في الديب ليرنينج، ارتفيشال انتليجنس، حاجات كتير. طب انا لما احتاج لما اتعلم ماتلاب بتعلم كل حاجه؟ لا. انا واحد من الناس اقول لك
المكنه انا كأسامة واخد منه اللي انا عايزه بس اللي بشتغل بيها الحته بتاع الكنترول سيستم. يعني أسامة ما يعرفش حاجه في المكتب اللي بيقول ليه هو ده اللي انا محتاجه. انت راجل عايز تشتغل في الكوميونيكيشن روح حد او اقرا في الحته بتاع الكوميونيكيشن لان المكتب ده قد كده عشان تعرفه كله. هو مش لغه برمجه بسيطه ده الموضوع ايه متشعب. عشان كده النهارده محاضرتنا مع الماتلاب وجوه الماتلاب في حاجه اسمها السيمولينك. السيمولينك ده هيوصلنا ان احنا زي البلوك دايجرام اللي احنا كنا رسمناه لحضرتك قبل كده واقول لك السيستم اهو ممكن نعمله كنترولر وممكن نعمل الكومبايلر بتاعتنا اللي طالع عشان سيجنال ونقفل الدايره اللي موجوده معانا عشان نوصل الى الكلوز بدون ما نكون معانا. فالسيمولينك هي بيئه او جزء من المكتب بتاع حضرتك اللي بيوفر لك او بيديك الفاسيلتي او الامكانيه او الاتاحه ان انت تمثل السيستم في هيئه مجموعه من البلوكس. فتحنا كل ده دلوقتي وبالتالي نقدر نجيب مجموعه من البلوكس او البلوكات الموجوده معايا اجمعها ووصلنا مع بعض. يبقى انا بنيت السيستم حط يا عم ال 16 اللي انت عايزها اللي احنا قلنا عليها. ارسم الخارج الموجود مع حضرتك على شاشه عشان تشوف شكل الخارج الموجود معاك شكل عام ازاي. فده اللي هو يوفره لنا الماتلاب النهارده واللي احنا ان شاء الله هنشوفه مع بعض خلال المحاضره الموجوده معانا. المثال اللي احنا خدناه الموجود قدام حضرتك اهو بالارقام اللي كان فيه الاف دي ب 2 والكي ب 40 والام ب 1. عملنا الكلام ده احنا وشفنا الموديل بتاعه في الاخر طلعنا معادله زي كده. احنا مجموعه كده قوه بتاع السيستم الفاضيين على الشمال بيصرف برضه قوه على اليمين وبالتالي الاف اوف تي بيساوي ام ال ايه ده الاف دي اتش نقطه زائد الاف اكس الموجوده معانا. ظبطنا شكل المعادله عشان نوصل في الاخر لشكل المعادله دي. المعادله الاخيره الموجوده عند حضرتك بالشكل ده. طيب هنا في المعادله الموجوده قدام حضرتك عندك طريق عشان تشوف الداينامكس بتاعها. احد هذه الطرق ان انا لما اشتغل ديفرنشال ايكويشن زي ما المعادله الموجوده معاك لما استخدمنا الفورس بيساوي صفر فقلنا اكس دبل توب بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على ام ركز معايا بقى ينقص اف في مين؟ في اكس توب ناقص كي في اكس. دي المعادله الديفرنشال ايكويشن الموجوده معايا اللي احنا بعد شويه ممكن نحولها الى فريكونسي دومين باستخدام اللاس عشان نقول اكس اوف اس على اف اوف اس بتساوي 1 على اس تربيع زائد 4 اس زائد 3 او ايا كانت الفكره. قال لك انا ممكن اشتغل بيه واشتغل بيه. فانا بديك فرصه النهارده ان انت ممكن توصل للديفرنشال ايكويشن بس وتشتغل بيها وتشوف السيميليشن بتاعها وتشوف شكل الخارج عامل ازاي او تشتغل بالاس دومين او بالفريكونسي دومين اللي احنا بنتكلم عليه. طيب من هنا تعال نشتغل بالديفرنشال ايكويشن ونقول نعمل الكلام ده ازاي. ولا نعمله على سيستم الميكانيكا نعمله على الكريكال تعمله تقدر تعمله بعد كده على اي سيستم تاني. المعادله الموجوده ده من الشيري صح؟ عباره عن ايه؟ مجموع حاجتين تعمل كده تاني اكس دبل دوت بتساوي ناقص اف بي على ام مضروب اكس بي اكس دوت صح ناقص في على ام كابتن مضروب مين؟ في اكس. يبقى انا عشان ارسمها في اي معادله مفيش اكويشن لو انا حبيت اقول لحضرتك ده الخارج بتاعك اكس دبل دوت هو عباره عن ايه؟ عباره عن سمشن لحاجتين اتنين صح؟ اشتغل ايه؟ حاجه جايه مضروبه مش القيمه بتاع الاي والام دي كمان ثابت ال 40 و2 و1 الكلام اللي احنا كاتبينه فوق ده فقيمه ثابته يبقى ناقص اف بي على ام وفوق كده ناقص كي على ام. لو عملت جماعه الاثنين دول بسمشن كده المفروض يديك مين؟ الاكس دبل دوت صح؟ طيب دي مضروبه مين؟
ما اس جي على ام في مين؟ هيبس صح ولا ايه؟ ودي ناقص اف جي على ام مضروب مين؟ زي ما احنا قلنا كده الاكس دوت هتدخل على دي تنضرب في دي تطلع لك ايه؟ هنا ناقص اف مين على ام في اكس مين؟ اكس دوت هنا يجي لها مفروض اكس يبقى ناقص تي على ام والقيمه الخارجيه هنا مضروب مين؟ تي ودي تعمل لهم فورميشن دي اكس دوت صح؟ طب انا عايز اجيب اكس دوت طريقه دي ما احنا لو كملنا دي مش هتقول ده اكس دوت دوت لو جبنا التكامل دي طلع فين؟ اكس دوت يبقى هو ممكن كده صح؟ ده اللي عملته؟ انت عارف مين هنا؟ اكس فاحنا لو كملنا كمان الاكس دي طلع فين؟ الاكس اللي خدتها ايه؟ مش ده البلوك اللي احنا عايزينه؟ صح؟ مش دي المعادله اللي مكتوبه قدامك اللي احنا عملناها موديلنج؟ يبقى المعادله اللي قدامك ما مثلناها ده ايه؟ مجموعه من البوكس اللي انت شايفها قدامك. اكنك بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتساوي بي زائد سي. شايف؟ بس بدل ما قلنا ايه بتساوي بي زائد سي قلنا ايه؟ قلنا الاي بتساوي بي في اكس دوت والسي في اكس. وديت الايه ديت لها علاقه بالايه؟ بكل من الاكس والايه في الاكس وورد. يبقى انا بمسك معادله ديت ايه؟ بعملها او بمثلها بالشكل الموجود ده. طيب خليني ارسمها لك بشكل احسن شويه. يبقى احنا اتفقنا ان انا مسحت ده هرسمه لك تاني. انت عايز مين يا عم؟ عايز اكس دبل دوت. كملها يا عمنا تطلع لك الاكس دوت. تمام؟ كملها كمان مرة تطلع لك مين؟ الاكس. طب الاكس ده بالظبط دي عبارة عن ايه؟ مجموع حاجتين. بس الحاجتين دول واحدة مضروبة في ناقص اف بي على ام والثانية مضروبة في ناقص تي على ام. كده؟ ادي الاولانيه وادي الايه؟ التانيه. مين مضروب ناقص اف بي على ام؟ الاكس دوت. الاكس مضروب ناقص بي على ام، صح؟ ده الشكل اللي احنا كنا راسمينه من شويه. انت عايز ايه يا عمنا؟ عايز اشوف علاقه الخارج بالدخل بقى اشوف الخارج شكله عامل ازاي. مش انا لو جبت هنا كده. انت عايز دلوقتي تقول ايه؟ خارج السيستم اللي احنا بنتكلم عليه هنا هو عباره عن الديسبيسمنت اللي احنا سميناه ده. الاكس الموجوده مع حضرتك دي هي دي. فانا لو جبت الشاشه هنا كده تمام الشاشه زي الاستوديو اللي انت شفته في معمل اذا كنت شفته يعني عشان يسيبك ايه؟ العلاقه ما بين الطاي والاكس بتاعك اللي هي بتقول ايه؟ والله انا الخارج بتاعي بالشكل ده. فدي عندنا في المكتب بتاعنا السيميشن بتاعنا بنسميه سكوب. دي انا كلمه اسمه سكوب. هنا الانبوت، الانبوت بكام؟ ما انت لو رجعت الاصل المعدل هنا الاف دي او الدخل بتاعي كان بكام؟ كان بصفر صح؟ يعني ايه؟ السيستم اللي موجود معاك اللي احنا مثلناه في الخط التاني المسؤول السترينج والجمبر ده لو الفرصة اف هيتحرك يبقى انا هحط فرصة بصفر. طب احط فرصة ب 10 شد ب 10 كده اتحرك شوية صح؟ فرصة ب 100 اتحرك اكتر، فرصة ب 1000 اتحرك اكتر. فبالتالي عايز اشوف العلاقه ما بين الخارج بتاعي لما يبقى بصفر وما يبقى ب 10 وما ب 100 ويبقى ب 1000 عشان اشوف السيستم ده هيستحمل لغايه امتى؟ امتى هخلع الزرار ده؟ الفرصه اللي اطبقها هيشد السيستم ده يطلعه من الحيطه امتى؟ وبالتالي محتاج اطبق فرصه بصفر وواحد واثنين وثلاثه ب 10 مليون عشان اشوف شكل الديسبيسمنت هيتحرك لغايه امتى؟ واشوف شكل الايه؟ الهزه الاولى معاه. طيب الفرصه اللي انت طبقتها دي لما تشد السبوره دي بره وفيها سوست او سبرينج وست انت ايدك ايه اللي يحصل؟ هتقعد تتهز شويه لغايه ما ايه؟ ما ترجع لوضعها الاصلي تاني. يبقى انا برضه عايز اشوف ايه القصه دي. عشان كده احنا مع بعض هنا على الماتلاب هنعمل الكلام ده ايه؟ واحده واحده. ده شكل البلوك اللي حضرتك بنتكلم عليه اهو. اللي احنا بنسميه ده الانتجريشن ده عندنا قلنا قبل كده حضرتك فاكر في لابلاس ترانسفورم كنا بنقول ايه؟ اي حاجه فيها انتجريشن كنت برسمها على مين؟ على اس صح؟ والتفاضل كنت بضربه في اس. فهنا
الواحد على اس اللي انت شايفه قدام حضرتك دي عباره عن ايه؟ لما تكتب ايه هو؟ جبت الاكس ضرب الضرب كملتها بقى اكس ضرب كملتها انت مره اتنين اكس خدت الاكس ضربتها ناقص كي على ام وخدت الاكس ضرب ضربتها ناقص كي على ام جمعتهم والزيرو ديت عباره عن الفلوس بتاعتك الموجوده مع بعض ولا السكوبك موجود معانا او الشاشه موجوده دلوقتي مع بعض ده بنسميه سيميوليك موديل اللي انت رسمته ده وهنرسمه مع بعض دلوقتي سيميوليك موديل على المدرب عايزين نعمل الكلام ده عشان نشوف شكل الفرص الموجوده معانا يبقى هنروح هنا هنيجي مع بعض على المتلب بتاع حضرتك اللي انت بتسطبه مجرد ما تسطبه هتلاقيه بيظهر معاك بالشكل ده كده اهو ده العلامه بتاعته طبعا انا ما يهمنيش بقى الفيرجن بتاعه 2020 ولا 2013 ولا 2010 انا شغال على 2013 زي ما انت شايف كده لان انا مش محتاج اكتر من كده فطبعا عشان تنزل على 2020 عايز مساحه على الكمبيوتر بتاع حضرتك ايه اكبر عشان الايه اللايبرز او الحاجات اللي انت عندك مجرد ما حضرتك بتفتح الماتلاب بيظهر مع حضرتك حاجه بالشكل الموجود قدام حضرتك ده الماتلاب الموجود معانا هتلاحظ ان هو شاشه متقسمه لاكثر من حاجه موجوده معانا مش شغال الشاشه الموجوده معانا ركز بقى معايا كده هتلاقي في هنا تول بار التول بار شريط الادوات الموجود معاك اللي احنا هنحتاج منه بعض الاجزاء وفي حاجات مش هنحتاجها. هنا على الشمال كده ده الدايركتري الحاجات اللي انت فتحتها او انت واقف في السي في اليوزر في اسامه في احمد اللي هو الايه الامتداد بتاع الماتلاب موجود فيه ده على الشمال. الشاشه الموجوده مع حضرتك دي حاجه اسمها الورك سبيس. انت مالك هو الورك سبيس دي عندنا في الماتلاب زي الميموري في لغه البرمجه بتاعتك دي الميموري بتاع الكمبيوتر بتاع المكتب ده وهنا يبقى الورك سبيس الموجود معاك اللي هيظهر فيه اي بارامتر حضرتك هتدخله يعني انت دخلت قلت ايه مثال واحد ده يتخزن في الميموري فيظهر لك هنا الايه بس في بس واحد ايه دي بي 10 برضه نفس الكلام طيب عملت عمليه حسابيه قلت السي بتساوي ايه زائد البي برضه هيطلع لك البارامتر السي بتاعك ب 11 مش كده؟ يتخزن فين؟ في الميموري او في الورك سبيس الموجود معاك. طيب كل الاوامر اللي حضرتك اشتغلت بيها بتتخزن في حاجه اسمها الهيستوري او الكوماند هيستوري اللي هو ده الكوماند هيستوري الموجود مع حضرتك اه الاي بيساوي مش عارف كام 10 البي بيساوي 20 اذا بي وشويه اوامر انت استخدمتها جوه الايه؟ طيب يبقى انا بقول لحضرتك ده التول بار بتاعك اللي فيه شويه ادوات زي اوبن وسيف والحاجات اللي احنا هنشوفها واحده واحده هنا ده الدايركتري بتاع حضرتك هنا ده الميموري الورك سبيس ده الهيستوري اللي انت بتاع او التاريخ بتاع او الحاجات اللي انت او مجموعه الاوامر اللي انت استخدمتها ايه انا مثلا استخدمتها هنا في 31/3 ده كان اخر يوم استخدمته في الماتلاب النهارده 17/5 فما استخدمناش حاجه ايه بقى اللي يهمني في القصه دي؟ يهمني اول الشاشه اللي في النص دي سموها كوماند ويندو الكوماند ويندو الشاشه اللي بتدخل فيها الاوامر اللي ممكن تشتغلها كآلة حاسبه يعني ايه آلة حاسبه؟ عايز تقول الـ A بتساوي 1 والـ B بتساوي 10 وتعمل عملية حسابية A زائد B أو الـ A زائد B بتساوي الـ A بتساوي C تقدر تعمل الكلام ده جوه الشاشة اللي في النص البيضة اللي احنا بنسميها الكوماند ويندو اللي أنت شايفها دي اللي فيها المؤشر بتاع حضرتك واقف أهو فأنا عامل إيه؟ هقول A بتساوي 10 ركز معايا لو سمحت عشان إيه؟ أنا مش محتاج من حضرتك تروح تاخد كورس ماتلاب الـ A بتساوي الشاشة صغيرة طبعا شوية هقول ايه بتساوي كام؟ بتساوي 10 مجرد ما كتبت ايه بتساوي 10 ظهر لي هنا ايه بتساوي 10 بص كده هنا ظهر ايه؟ فاريبل اسمه اكنك حجزت مكان في الميموري للمتغير اللي اسمه ايه بيساوي كام؟ بيساوي 10 بس هتلاحظ بقى بص شوف انا عملت ايه؟ ايه بتساوي 10 وضغطت انتر بس على الكيبورد البي بتساوي 20 بس بعد ال 20 قمت عامل سيمي كول اللي هي النقطة الفاصلة المنقوطة اللي هي دي شايفها؟
وضغطت انتر. شوف الفرق ما بين هنا لما ظهر الاي بيساوي 10 من غير السين وكل اللي احنا قلنا عليها، ومجرد ما ضغط هنا كده ايه اللي حصل؟ ظهر لي الكورسر على طول او المؤشر على طول، ما ظهرليش ايه؟ ما ظهرليش حاجه زي الاي بيساوي 10 اللي هنا دي، صح؟ في شاشه الكوماند لاين. بس ظهر في الهيستوري في الورك سبيس ايه؟ البي بيساوي كام؟ بيساوي 20. طيب هقول السي بتساوي ايه زائد بي؟ طلع بكام؟ السي بتساوي 30. ليه يا عم ظهرت هنا سي بتساوي 30؟ لان ما عملتش سيمي كون، سيمي كون او فاصله من طلعنا. ظهرت على طول في الورك سبيس كامل. ها؟ متغير حجز في الميمرو اسمه سي بيساوي كام؟ بيساوي 30. بص على الهيستوري كده. في 17/5 دخلنا الاي والبي والسي ومش عارف ايه والكلام من ده، صح؟ طيب انت بقى قعدت تعمل شويه علامات حسابيه وعلى الاقل الحسب بتاع حضرتك كده، ونفس الكلام بقى جمع رقمين طرح رقمين القسمه ضرب الحاجات العاديه بتاعتك. حبيت تمسح الشاشه، الشاشه البيضاء دي، عايز تعمل كلير سكرين، الامر بتاعنا اسمه سي ال سي. سي ال سي بيعمل ايه؟ بص كده اول ما اكتب كلمه سي ال سي بس واضغط انتر، سي ال سي بيعمل كلير سكرين الموجوده معانا. بص الامر انت عملتها ايه؟ مسحتها منين؟ من الكوماند ويندو، ركز معايا، من الكوماند ويندو، لكن ما زالت الورك سبيس لسه موجود. فلو جيت تعمل عمليه، بص كده، لو قلت ايه على بي او ايه بي، خلينا نقول ايه بي، طلع بكام؟ 10 في 20 ب 200، يبقى لسه الايه؟ المتغير موجود. فسي سي سي بمسح الكوماند ويندو لكن ما بمسحش الميموري. لكن في امر ثاني اسمه كلير اول. لو كتبته اهو كلير اول، بص كده بقى شوف اللي هيظهر دلوقتي، ركز معايا ايه اللي حصل؟ ها؟ الميموري خلاص اتفضل، مش كده؟ لكن الهيستوري بتاعي زي ما هو موجود. اعمل سي ال سي تاني، امسح الشاشه بتاعتي. اقول ايه؟ على بي ينفع؟ بقول لي ايه؟ undefined variable او undefined function الايه؟ ما عندوش حاجه اسمها ايه اصلا، صح؟ مش موجوده في الميموري. وبالتالي هنا افرق ما بين السي ال سي والايه؟ والكلير. فده الشاشه اللي موجوده عندك حضرتك في النص. طبعا نصيحه يعني، لو عايز تتعلم ماتلاب ما تروحش تاخد كورس عند اسامه. في حاجه اسمها الهلب بتاع الماتلاب. فين يا عم الهلب ده؟ بسم الله. فوق كده في الشقف دي في ال، طبعا هي بتختلف اهو. هنا شايف عندك استفهام دي؟ لو ضغطت على دي هيفتح لك بقى ايه؟ الهلب بتاع حضرتك اللي انت ممكن تعمله. طيب لو كتبت اهو هلب امر سي ال سي. كتبت في الكوماند ويندو هيلب، كلمة هيلب وسي ال سي واضغط انتر. هيجيب لك قصة خلي سي ال سي ده عبارة عن ايه؟ بيعمل بيز تحت اهو. يقول لك ايه؟ سي ال سي كلير كوماند ويندو، كلير كوماند ويندو، سي ال سي كلير ده كوماند ويندو اند موف الكورسر، يرجعه تاني لورا الضغط بتاعه، وممكن اروح اشوف ايه هوم ايه وريفرنس ليش مش عارف مين، صح؟ يبقى انت ممكن ايه؟ الحته اللي انت عايزها تروح تعمل عليها هيلب بس عشان ما تدخلش نفسك في قصه وقرارات ان الشخص ما كانش بره هيشرحه من وجهه نظر عام، من وجهه نظر الهندسه بتاعتك. فانت محتاج امر معين، مثلا هعمل هيلب اهو كلير او، انا خسران حاجه؟ اه حاجه مش موجوده. طيب امر كلير يجيب لك اي حاجه خاصه فيها كلير يعني موجود مع حضرتك. طبعا زي ما انت شايف في حاجات ايه؟ ده كل الهيلب اللي انت ممكن بقى تقعد تقراه على قصه الايه؟ الكلير اللي احنا بنتكلم عليه. اه زي كلير اول كلمه، بص كلير اول. هو طبعا الخطا اللي احنا كتبناه بيقول لك ايه؟ ما تجيبش كلمتين ورا بعض، هو بيجيب كلمه على كلمه واحده امر واحد. كلير اول اه ريموف اور فاريبل او الجلوبال والفانكشن ومش عارف مين من الايه؟ من الميموري الموجوده مع حضرتك اللي انت مخزنها كانت في الايه؟ في الهيلب الموجود معانا. طيب هنعرف بعد شويه امر اسمه، احنا خدنا ترانسفير فانكشن من شويه، مش كده؟ لكن فانكشن على اسم تبديل مش عارف كده. دي سماها ايه؟ ترانسفير فانكشن. كلمات كده عندنا امر اسمه ايه؟
ترانسفير فانكشن. لما بتكلم عن لازم بسط المقام ممكن يحط لك الرسمه مش لازم يحط لك المعادله في شكل واحد بسط المقام بشكل ترانسفير فانكشن شويه على شويه. طيب يبقى انا كده فتحت محرك الماتلاب عرفنا الشاشه الرئيسيه شكلها عامل ازاي. محتاج بقى ارسم البلوك اللي احنا بنتكلم عليه ده عشان نرجع لموضوعنا. عشان ترسم الكلام ده محتاجين سيميولينك. فالماتلاب او جماعه بتوع البرامج الماتلاب عملنا حاجه اسمها سيميولينك لايبرري. بص كده سيميولينك لايبرري. شوف ايه هي عباره عن شويه مستطيلات كده زرقاء وحمراء زي ما شايف شويه بلوكس صح اللي احنا قلنا عليها. بلوكات هحطها مع بعضها اوصلها تطلع الدنيا معايا. اضغط عليها مجرد ما اضغط عليها طبعا هيحملها. طبعا هي لايبرري كبيره زي ما قلت لحضرتك فيها حاجات اتصالات وكنترول وايمج بروسيسنج واي اي حاجات كتير قوي. هنتظر لغايه ما يحملها عشان ايه؟ اعمل الرسمه الموجوده قدام حضرتك اللي المفروض بناء عليها ابنيها. طيب ابني بقى هنعمل سيميولينك موديل بهرسم الرسمه الموجوده معاه التي تعبر عن السيستم الموجود معاه بالشكل الموجود عندنا. طيب يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز ارسم دي واوصلها واشوف لما انفذ البرنامج بتاعي او انفذ الموديل بتاعي يا ترى لما ادخل فورس بصفر هيكون الخارج كام؟ ها؟ فورس بصفر يبقى السيستم مش هيتحرك مش كده؟ يبقى المفروض الرسمه اللي تطلع هنا كده ديسبيسمنت كام؟ ها؟ انا هدخل دلوقتي عايز اشوف الخارج الاكس مع الطاير. لو فرصه بصفر يبقى المفروض يطلع فين؟ صفر صح؟ فرصه 10 السيستم يبدا ايه؟ يتهز ويرجع ايه؟ جزء مش كده؟ فرصه 100 الهزة تبقى 4 انتشر واسيب صح؟ فرصه 1000 الهزة بتاعتك تبقى ايه؟ نعم. يبقى هو ده اللي انا مطلوب مني ان انا اعمله. عشان ايه اعمله؟ عشان اروح اشوف الشكل الخارجي ده. بص ده لما ارسمه هوريه لك دلوقتي ارسمه ازاي؟ طلع ايه؟ لما جيت الفرصة هنا ب 10 بص لقيته بكام؟ ده الفرصة اكبر اف اوف تي بيساوي 10 عشان اعملها ارجع الهزة طلعت اهي واستقر عند قيمة معينة. طيب ازود واشوف ال 100 خلي بالك احنا هنا كنا وصلنا لكام اقصى حاجة؟ 4 من 10 في الرسمة الموجودة عندي. طبعا ده الرسمة اللي احنا هوريها لك دلوقتي ده سيمولينك. لما ازود طبعا ده ممكن اعمله برضه في الرسمة بتاع الايه؟ بتاع الكتريكال سيستم. برضه طلعنا معادله اهي اللي احنا كنا مطلعينها علاقه التيار ب الايه القيم بتاع الار والال والسي اللي احنا خدناها من المحاضره اللي فاتت. برضه الرسمه دي هي اللي هحلها او المعادله المعادله دي ايضا بالضبط يا شباب انت ايضا بالضبط بتساوي مين؟ مجموع ثلاث حاجات واحد على ال بي دوت مع الار على ال اي دوت زائد واحد على ال سي اي بار. يبقى انا محتاج اجيب ار ومحتاج اجيب اي لوب ومحتاج اجيب ايه؟ ال بي. طيب تعالى لما نخش في موضوع الكتريكال سيستم نرجع للميكانيكال سيستم تاني على الماتلاب. مجرد ما حضرتك فتحت الماتلاب زي ما قلت لحضرتك سيمي لينك لايبرري ده الماتلاب بتاعنا الاساسي اهو. تعالى بس نعمل سي بي سي كده كده الماتلاب بتاعي اكنك فاتحه من البدايه. مجرد ما حضرتك فتحت اللايبرري بتاع السيمي لينك زي ما انت شايف ايه؟ هي دي الحته الجديده الويندو الجديده اللي فاتحه سيمولينك لايبرري براوزر. لو بصيت على الشمال هنا كده بص كده حاجات كمبيوتر ساينس كمبيوتر فيجن كنترول سيستم دي اس تي بي اللي هي ديجيتال سيجنال بروسيسنج امبيد كودر فازي لوجيك حاجات الاتش دي ال حاجات اللي هي سيم سكيب حاجات سيميليشن في الـ في الـ في الفيكل بتاع الروبوتات. في عندي ممكن تضيف لايبرري حاجات خاصه بروبوتكس يعني ممكن ايه في حاجات خاصه بالروبوتكس تقدر تعمل عليها سيميليشن هنا. هي فيها جزء من الحاجات بتاع الميكانيكا بس ما بوصلوش طبعا لحاجات الميكانيكا بس ايه هم ضايفين شويه لايبرز كده ممكن تنزلها حتى لو مش مدعمه. طبعا كل ما الفيرجن عالي كل ما لقيت اللايبرري ديت ايه زادت. بس كل الحاجات دي اسامه يعرفها زي ما قلت لحضرتك لا. انا في حاجات معينه هي اللي باخدها لان ديت تخص شغلي انا. فانت نفس الكلام مش كل ده هتتعلمه لكن في الاخر تقدر تشتغل بالسيمونيك او بالايه في الماتلاب المهم. خلي بالك زي ما قلت لحضرتك من شويه الماتلاب شبيه بالظبط اللي الجمال عايزين يشتغل في الكنترول سيستم حاجه اسمها لاب فيو. لاب فيو ده بيرسم لك السيستم اللي بره الفالفز والبامبس والحاجات دي كده في شكل شاشه مع الكنترول روم يقول لك اه والله انا هرسم لك شكل الفالف وشكل البامب
والتوصيلات ما بين المواتير ووصلها مع بعضها والباور جريد شاشه كانك قاعد في خط الانتاج بالظبط. فانت قاعد في الاوضه المكيفه بتاع الكنترول روم شايف خط الانتاج، عايز تروح على الفالف دي وتجيب البريشر ولا الليفل ولا مش عارف بتاعها، كليك يمين عليها يجيب لك الليفل. يبقى بدل ما تروح تقرا من السيستم نفسه هناك اكنك ايه بتعمل داتا كولكشن او بتجيب الايراد من خط الانتاج الموجود معاك. طيب عايز بقى تبني السيستم ده اللي احنا قلنا عليه، هو هنا كل الحاجات كل البلوكس اللي احنا بنتكلم عليها في الشاشه اللي انت شايفها. عايز ابني موديل، عايز ابني مين الموديل. فبتروح هنا كده على الشاشه اللي فوق ده نيو موديل، شايف دي؟ نيو موديل، تظهر كلمه عليها نيو موديل او من فايل نيو جيب موديل موجود معاك. مجرد ما تعمل حاجه زي كده بص فيها فتح لك شاشه بيضاء جديده. دي الشاشه اللي هنرسم فيها الرسمه دي. طب نرسمها ازاي؟ ركز معايا لو سمحت لان الكلام ده مهم. طيب الموديل اللي احنا بنتكلم عليه ده هيظهر ازاي؟ انا عايز ايه يا عم؟ عايز انتجريتور صح؟ ركز معايا، عايز مين؟ انتجريتور وعايز بلوك اسمه اف بي على ام، ده بنسميه عندنا جيم. ما دي قيمه في الاخر هتحسب الاف بي ب 40 ودي مش عارف واحد بيطلع القيمه دي كلها بكام؟ ب 40. فانا هجيب قيمه حاجه اسمها جيم. يبقى انا محتاج مين؟ محتاج جيم ومحتاج جيم كمان ومحتاج انتجريتور وكمان انتجريتور زي والسكوب اللي احنا قلنا عليه وصامي موبايل. ونوصل بقى للاسهم والحاجات اللي انت شايفها دي الدنيا هتبقى ايه مظبوطه معاك. تعالى بقى واحده واحده كده اعمل مع حضرتك الكلام ده عشان في البيت لما تروح تسطب مكتب تعرف تعمله. طيب انا فتحت الشاشه البيضاء واللايبرري موجوده معايا، هتعمل ايه يا عم؟ هتروح نقعد شايف الحته بتاع السيرش دي هنا كده؟ بقول لك انتر سيرش ايتم فوق كده. انا عايز مين؟ عايز انتجريتور. اول ما تكتب كلمه انتجريتور تمام؟ اضغط انتر هكتب كلمه انتجريتور. طبعا على حسب سرعه الكمبيوتر بقى بتاعك والحاجات الموجوده عليه هو بيعمل سيرش على كلمه ايه؟ انتجريتور موجود معاها. طبعا انا بقى لي فتره ما فتحتش الماتلاب عشان كده ايه؟ في اول مره بس بياخد وقت شويه. لكن بعد ما يطلع الكلام ده هيجيب لك الانتجريتور بتاعك اللي هو واحد على اس اللي احنا اتفقنا عليه. في حاجات سيم ميكانكس زي ما انت شايف اهو. طبعا هو بيعمل سيرش في ايه؟ في كل ده. بعد ما عمل الكلام ده جاب لك انواع كتير من انتجريتور، انا يهمني اهو كلمه انتجريتور موجوده معايا. هتعمل ايه بقى يا عمنا؟ الشاشتين مفتوحين قصاد بعض، الشاشه البيضاء اللي احنا قلنا عليها الموديل اللي احنا نيو موديل وده اللايبرري بتاعك. بص كده هقف على الانتجريتور اللي انا عايزه وكليك شمال وافضل ضاغط، شايف لما بتحرك بالماوس بيجي معايا واقوم رامي هنا كده. فهمت حاجه؟ من هنا بضغط كليك شمال زي ما انا اسحب ارمي هنا، جبت اثنين اهو صح؟ الاثنين انتجريتور اللي انا عايزه. طب حبيت ترضي واحد فيهم بالغلط ها تقف عليه تعلم عليه ده كده تعمل ديليت مع الكيبورد بتاعتك اتمسح مش كده؟ طب انت عايز انتجريتور لازم بقى كل شويه تروح تسحب وترمي؟ لا، طالما جبت واحد قبل كده ممكن كليك يمين عليه. خلي بالك بقى كليك يمين عليه فاكر انا كنت من شويه كليك شمال، دلوقتي ايه؟ كليك يمين، كليك يمين اهو، كليك يمين اهو. شايف انا بعمل ايه؟ 50 انتجريتور لو انت عايز بقى عشان يوفر معاك وقت. لو كنترول زد يرجع لايه؟ الاثنين انتجريتور دول. حط يا عم انتجريتور اهو. كده ايه؟ جبنا الانتجريتور، عايز مين يا عم؟ صمي. اعمل كلمة صمي بس. واضغط انت، فين الصمي؟ اهي. مش كده؟ كليك شمال، اسحب هنا. طيب انا عايز اكبر الحاجات دي عشان انا مش شايف حاجه، انا نظره ضعيفه اعمل حاجه. ها؟ شغل بقى الحاجات العاديه اهو. كبر وصغر زي ما انت عايز بقى من ايه؟ من البوردر الموجود مع حضرتك اللي انت شايفه. طيب. جبنا السامنج بوينت. بس السامنج بوينت فيها ايه؟ ها؟ موجه موجه داخلين في سامين داخلين ليها وخد واحد. طب عايزهم 10. تعمل ايه؟ عايزهم 5، عايزهم 6، عايزهم مليون. تعمل ايه؟ اي حاجه في البلوك بتاع السيم لينك في اي بلوك دبل كليك عليه يجيب لك الخصائص بتاعته. دبل كليك هنا كده اقف عليه كده واعمل دبل كليك جاب لك مين؟
شوية حاجات كده مش نقعد نقراها بقى مع بعض. اللي يهمني فيها مين؟ الزائد زائد النص بي. كام؟ بعدد الزائد دي هو عدد الانجلز الموجودة مع بعض. كام؟ طيب خليهم خمسة كده. هتعمل ايه؟ تقوم جاي واقف معاهم ستة. خليهم بدل ما هم اتنين خليهم خمسة. ما خسران حاجة؟ اهو شوف بقى كام؟ انت شايف حاجة طبعا بس ايه؟ بص كده تقدر تجمع يعني انت ممكن تعمل برنامج صغير كده لعماه سلاه في البيت عملت اله حاسب عندك في البيت تعمل له رام دخل بس انت الارقام دي هو ايه يجمع لك اللي انت عايزه. طيب نرجع كده كنترول زد تاني اهو. طيب هو لازم كله يبقى زيك ما ممكن يبقى فيه ناقص صح؟ لو حبيت ناقص بقى ممكن تعمل كده ها زائد زائد ناقص مش كده؟ شايف ايه اللي حصل؟ انا عملت 2 زائد 1 ناقص يبقى في 3 دخل مع بعض يبقى زائد زائد وايه؟ وناقص. ركز معايا في الاتجاه السهم الموجود معانا هنا ده دخل وده مين؟ 1 اوت 1 اوت ولا مين؟ 1 ان. طيب نعمل ايه تاني؟ ده الصامنج بوينت اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى انا جبت صام جبت 2 انتجريت. طيب جين ها؟ جين اهو اكتب كلمة جين. الجين فين يا عم؟ الجين موجود مع حضرتك اهو. اه. خده وارميه. عايزين كمان واحد؟ اه. بس يا عم السهم ده اللي احنا واخدينه ده بص كده معكوس يعني ايه؟ هو طبعا جاب هو ده عمره ايه؟ عمره مثلث، هتفرق معايا؟ مش هتفرق معايا في الشكل الموجود معايا. طيب عايز ادوره عايز اقلبه كليك يمين عليه وهتلاقي في حاجه اسمها روتيت اند فليب هنا كده ركز بقى كده اهي كده. طيب ما انا مش عايز بقى اجيب القايمه والوضع وجع الدماغ ده كنترول ار بص هحدده كده اضغط عليه واعمل كنترول ار من على الكيبورد بص كده عمال ايه اطلعها فوق انزله تحت زي ما انت عايز بقى شغل ده طبعا شغل اللي هو بقى صغيرين بس انا ايه معلش انا لازم اقوله لك عشان ايه تبقى انت فاهم احنا بنعمل ايه اهو كده احنا خلصنا البلوك فاضل مين صامنج والاثنين انتجريتور والجيم وهنشوف بقى تاني لما انا دلوقتي فاضل عندي سكوب اقف اهو تاني واعمل كلمه سكوب جنب مين الشاشه اهي خد كلمة سكوب ده ارماها هنا كده ما عادش حاجة حاجة منك عن الغرف ده هنا هذا الانتجريتور تحطهم بس كده الاتنين جنب بعض تمام هذا الصامنج بوينت الموجود معانا هذا الانتجريتور الجيت موجود معانا فاضل ايه؟ فاضل احط اف اوف تي بيساوي كام؟ بيساوي صفر او 10 او 20 طب نرجع تاني بقى لايه؟ للراجل ده يبقى مين؟ اجيب كونستانت الفورس بكونستانت اكتب كلمه كونستانت اه عشان احطه فيه هنا دي. ده خلاص كده الموديل بتاعي حاجاته جاهزه دبل كليك على ده اخليه الواحد دي تبقى صفر اهي الواحد تبقى صفر تمام دي الفورس موجوده معايا حط عامل فوق كده تمام نرجع دي كله زائد 3 زائد اهو السالب اللي هنا دي يحق الحركه تعملها في الجيم او تخلي دول بشاره سالب يعني ايه؟ لو عملت ده كله موجب كده يبقى تحط السالب جوه هنا في الجيم طب عايز تخليها موجب تقوم جاي واخلي دول ايه؟ بشاره سالب اللي انت عايزه بقى حاجات بسيطه يعني طب عايزين نوصل بقى عندنا عايزين نوصل هتعمل ايه؟ تعال ندور ده كده كنترول ار اه نزلت ده تحت هتعمل ايه؟ عند السهم اللي فوق ده تحول المؤشر ده حرك لحرف الايه؟ الزائد انت شايفه ده، صح؟ اضغط كليك شمال واسحب ايه اللي حصل؟ شايف السهم اللي انت عمال تتحرك معايا ده؟ النقط ده؟ طول ما هو النقط احمر كده لسه ما وصلش. اول ما انت عايز توصله فين يا عم؟ هنا اهو. ايه اللي حصل؟ يبقى وصل من السهم اللي فوق لغايه ايه؟ السهم اللي تحت. طيب من هنا نفس الكلام اهو. فرض انت سيبته كده كده وصل ولا ما وصلش؟ ما وصلش. طالما نقط واحمر لسه ما وصلش. اقف عليه تاني اهو وامسحب لغايه ما يوصل لفوق هنا. اه. واضح؟ هنا. من السهم للسهم. ممكن الف؟ اه والله عادي يعني ما فيش مشاكل.
طول ما انا ضغط شمال بيتحرك معايا السهم اهو. اهم حاجه الترتيب الموجود مع حضرتك. طيب مش كده فاضل ايه؟ ركز ده معايا. فاضل الوصفه دي. الوصفه دي هعملها ازاي دي بقى؟ طب هنا هجيبها منين؟ لو رحت وقفت هنا كده خلاص ما عادش زي البزر اهو. ما عادش زي البزر. اعمل ايه؟ في اي نقطه هنا كده على السهم اهو كليك يمين بدل ما كنت بعمل كليك شمال. كليك يمين اهو. عمل ايه؟ ووصل هنا. كليك يمين ووصل هنا. طبعا دي محتاجه شويه تدريب في البيت على الماتلاب مع حضرتك في البيت عشان تقدر توصل ايه للشكل اللي احنا بنتكلم عنه. طيب الجيل ده بكام؟ ب اف بي على ام مش كده؟ طب ادخلها بقى على نفس البدايه المحاسبه ولا اريح دماغي؟ ما هو انا عايز اعمل حاجه تبقى ثابته لكل لاي سيستم بالشكل ده كده. ما انا ممكن ادخلها ناقص اف بي على ام برضه. دبل كيك على عمنا ده هكبره لك بس شويه كده عشان نشوفه. دبل كيك عليه ونقول ناقص اف بي اديني بس لو حضرتك عايز دقيقه واحده انا قدامي شويه بس. خمس دقايق؟ اه. هرجع في المكتب. طيب دي دبل كليك عليها زي ما قلت لحضرتك. دبل كليك عليها كده يظهر لك الايه؟ الواحد اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى الجين بتاعك بكام؟ هكتب ناقص كلمة اف في على ام. اف في على كام؟ على ام موجودة مع حضرتك اهي. وضعت انت ايه اللي حصل هنا؟ ظهرت اللي انا كاتبه مش كده؟ نفس الكلام هنا ناقص كي على ام. اهم حاجه عندي هنا حضرتك خلي بالك منها انت كاتب كابيتال ولا صغير؟ ليه؟ لان انا المفروض ادخل قيم الاف بي والام والاي والكي موجوده معايا مش كده؟ فما ينفعش تبقى كاتبها كابيتال وتروح تدخلها سمول او تكتبها سمول وتروح تدخلها ايه؟ كابيتال. كده السيستم بتاعي اتملى او كمل ولا ما كملش؟ كمل صح؟ بس ناقص عدد المتغيرات دي هو ما يعرفش عنها قيمه صح؟ بعد ما بنيت ده خلينا نقعد واحده واحده كده عشان ايه؟ نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه؟ السيستم بتاعي اكتمل شايف التول بار اللي فوق ده؟ شايف السهم ده اهو؟ السهم اللي واقف عليه اهو. حد شايف حاجه؟ اهو كلمه ايه؟ كلمه ترن. كده بقى نفذت بقى ووريني كده الفورس بكام يا عم لو دخل الفورس بصفر فالمفروض يكسب صفر. تعالى كده ندخل نجرب. هيخبطك في وشك بقى تقول لك ايه؟ يقول لك يا عم انا اسف لان انا ما عنديش. ها؟ ايه بتقول ايه بالكامل؟ ايه اللي انت عامله؟ فانت بتقول له روح على الصعيد وانا اصلا ما عنديش فلوس اروح الصعيد. هو نفس الكلام. طب اعمل ايه بقى؟ عشان يبقى السيستم ده او الموديل ده عام بص كده ده الايرور اللي ظاهره معاك اهو. بقول لك ايه؟ بقول لك في حاجات مش ظاهره. الايرور موجود undefined function او variable اسمه ايه؟ اف بي. شايف اللي انا واقف عليه ده؟ بقول لك اهو undefined في ايه؟ variable اسمه اف بي. طب اعمل ايه يا عم؟ هنروح على الكوماند ويندو بتاعتنا بقى. على الكوماند ويندو بتاعتنا دي وندخل مين؟ الحاجات بقى المتغير ايه وبي وسي اللي احنا بنتعلم. بس اهم حاجه تدخله زي ما انت كاتبه هناك. اف بي انا كنت كاتب اف كابيتال مثلا ب 40 والكي والله مش فاكر كانت المساله كده. خلينا نجيبها من هناك. ايوه فاهم بس انا عايز اجيبها عشان تبقى زي الرسمه اللي هناك. طيب الام بواحد الاف بي باتنين والكي بايه؟ باربعين. خط التاني اف بي بتساوي اف في بتساوي 2 اف في ب 2 الكي كابيتال ب 40 الام كابيتال ب 1 كده المتغيرات بتاعتي جاهزه. تعالى نروح للماتلاب موديل ونعمل له رامي تاني. بعد كل التغيير في شريط اخضر تحت ده كده الراجل بيقول لك انا خلصت وبدا يعمل هو رن البرنامج ما طلعتش ظهرت اشاره الايرور الموجوده مع حضرتك. تعالى كده نشوف دبل كيك على ده عشان نشوف شكل الخارج. بص كده
طبعا عشان اضغط عليه اكتر من مره. طيب ايه اللي حصل هنا؟ ده شكل السكوب لما بنضغط عليه هو كده. الفرصه الخط الاصفر ده هو كده. الفرصه الثانيه بس صح؟ يبقى لما الفرصة بصفر الديسبلسمنت كام؟ صفر. ما تشدش، ما طبقش عليه فرصه. طب عايز اشوف لما الفرصه تبقى ب 10 اقفل ده كده تاني. طيب اروح اغير الزيرو دي لكام؟ ل 10 واعمل رن بعد كل تعديل زي ما قلت لحضرتك. اعمل ايه؟ اعمل رن دبل كيك عليك على السكوب بتاعك. ها؟ شايف ايه؟ في تغير موجود مع حضرتك اهو صح؟ مش كده ولا ايه؟ في تغير موجود معاك اهو، ده مقدار الايه؟ الفرص الموجوده معانا. طيب نخلي الفرص دي ب 100 اعمل رن. ايه رايك؟ ها؟ بكام؟ زادت مش كده؟ خلي بالك اقصى قيمه كام؟ عند 4. طب خليها ب 1000. انا بوضح لحضرتك ان انت ايه؟ اعمل سيموليشن زي ما انت عايز. هل الفرصه يعني مثلا لان انت لو ينفع اطلع على 100000 نيوتن؟ اطلع مش كده؟ بس السيستم ده هدفه كام؟ مثلا 50 قطعه. لماذا تقول لي والله انا لو حركت ده او طبقت عليه فرصه 10 هيتحرك مسافه 1 سم وفرصه 100 هيتحرك مسافه 10 سم. طب ينفع ليه اتحرك 10 متر؟ يبقى انا ما ينفعش اطبق عليه فرصه 10 متر مش كده؟ خلاص بتاع المكان يبقى بقول ايه السيستم بتاعي دي الفكره بتاعت كلمه السيميليشن. انا ايه بطبق زي ما انا عايز ارقام مش خسران حاجه على الكمبيوتر، لكن لو جيت طبقت عليها ده ايه اللي هيحصل؟ هيتكسر مني او ممكن يبوظ مني السيستم الموجود معايا. تعالى نطبق فرصه ب 1000 واعمل رن. لو قلت لحضرتك اعمل بعد كل مره ايه؟ رن. كام؟ اللي كانت ب 10 ب 4 حالا، ها؟ وصل لكام؟ تقريبا ل 40 صح؟ تقريبا لكام؟ ل 40 موجوده مع حضرتك. طيب الشكل بتاع الاهتزاز ده الهزه اللي كنت شايفها دي هتختلف اختلاف كل من الفريكشن والستيفنس بتاع السبرينج مش كده؟ قال لي طيب ركز كده في شكل الرسمه دي وخلينا اروح مع حضرتك. معلش استحملني اقول الكي بتاع حضرتك بقت ب 400. انا خسران حاجه عام؟ يلا ما هو اي قيم. انا بجرب ليه؟ بعمل ديزاين للسيستم الموجود معايا واروح بنفس الفورس ال 1000. ها شوف لما عملت السيستم ب 400 عامل ازاي؟ ها ايه اللي حصل؟ الهزه اختلفت مش كده؟ النكشه اللي انت نتجتها ب 1000 دي برغم نفس القيمه بتاع الفورس لان السبريك بتاع الحرارة مختلف عامل ايه؟ اهتزاز اكتر. يعني ايه؟ السوسته بتاعتك كانت ناشفه معاها ايه؟ الهزه. لكن لما كانت سوسته ضعيفه مش احنا قلنا للست ده ولا للصلاه ولا للصلاه بتاعتك فلما كانت ب 40 كان ايه؟ ده سيستم طري سبرينج ضعيف مش كده؟ لكن لما السوسته تبقى ناشفه ها او السيستم بتاعها جاي فانت نتجتها بفرصه اقل نفس الفرصه اللي انت كنت عاملها بس السيستم مختلف فعملت ايه؟ الفرصه اختلفت. فده بيخلي الحاجه اللي انت هتلاقي لحد ما نظري ممكن تشوفها كابليكابل على حاجه بالشكل الموجود قدامك. نفس الكلام حضرات احنا بنعمله يبقى بناء السيستم ده غير بقى زي ما انت عايز. غير الام ب 10 ب 20 الاف بي غيرها الفي غيرها العب في السيستم زي ما انت عايز كفرص. مهما طبقت هنا انت مش خسران حاجه بس بتشوف الحاجات النظريه زي ما قلت الحركه التحتيه تقدر تشوف الكارت بتاعها شكله عامل ازاي. وده بيقول الداينامكس بتاعتي تختلف باختلاف كل من تغيرات السيستم نفسه والايه الموجود معايا وبالتالي تقول في داينامكس في تغيرات في الايه؟ في الريسبونس الموجود مع حضرتك. اللي منه نقدر نقول والله نفس الكلام هنعمله بالنسبه للالكتريكال سيستم اللي احنا قلنا عليه عشان نخلص من المحاضره بتاعتنا دي. يعني المعادله دي هاخد المعادله الاخيره دي بتاعت الكهرباء برضو هقدر اطبقها واعمل لها البلوك ده. بص كده البلوك ده ما زالش عليه ايه؟ ها؟ برضه هنا اهو نفس المعادله ايه؟ اسمه واحد على ايه؟ سي ايه؟ اسمه ار على ايه؟
سايد ويل موزاين زي ما انت عايز بقى تبدا تسد ان انت خدتها في خمس كهربيه. السايد ايه؟ عايز تجرب السايد ايه؟ عايز تجرب موزاين ايه؟ عايز تجرب اي سيجنال جنريك ولا بلس انت شفتها في السيجنال جنريك او البلس او غير ده. اللي فات هنا مين؟ فانا لو كنت مين انتجريت بجيب مين؟ دريبل صح؟ اكتب كلمه بس دريبل في الداتا اجيب لك دي وبعد ايه؟ ليه؟ لان كان في دي دي بار دي دي اللي موجود معاك. كنت اضربه في جيم موجود معاك. الصح الكود اللي احنا كنا جايبينها ليه؟ الصح الكود اللي احنا جايبينها ليه؟ لو رجعنا الجروب ده كان بتاعنا تاني ممكن نعملها مربع مش لازم دايره يعني. لو رحنا للماتلاب سيم لينك كده تاني اهو دبل كليك عليها كده بص كده ها الايكون شين راوند ولا ريكتانجل يعني خصنا حاجه انا خصنا حاجه يعني كلها حاجات شكليه لكن ايه انت بقى بتعجبك شكل الدايره يعجبك شكل المستطيل زي ما انت عايز لكن في الاخر احنا بنوصل ان الشكل بتاعي يبقى شكل دخل بقى عملنا ساين ويف ب 10 ب 20 ب 30 شوف شكل الطائر بتاعك يبقى انت لو بتعمل ديزاين على الاي سي دي ممكن تجيب ايه دايره زي دي تعملها سيميليشن مقاومه مكثف الملف والله لما احط المقاومه كذا احط الفولت يبقى كذا يبقى الطيار يبقى كذا دي حاجه من باب ايه؟ الحاجات النظريه زي ما قلت لحضرتك انت بتشوفها على حاجه او هيت سيميليشن موجوده معانا لما تشوف الكلام ده او لما تدخل الدخل الموجود معاك ده ساين ويف اهي يبقى الخارج شكله عامل ازاي؟ البلاس ترانسفورم اللي احنا قلنا عليه ما احتجتش منه اكتر من اي حاجه انتجريشن بقسمها على اس اي حاجه فيها تفاضل بضربها في ايه؟ في اس وده اللي السلايد ده بيقوله الجدول اللي انت المفروض قلت لحضرتك عليه المفروض في الرياضه برضه ما بتحفظش لكن انت عايز تحول حاجه في التايم دومين التي تحول ايه في الاس؟ ها؟ ها؟ واحد على مين؟ على اس؟ ولا اس؟ ها؟ الجدول اللي موجود مع حضرتك ده هيوضح لك ايه؟ وطبعا صغير كده بس انت لما تشوف تمام موجود لو عايز تسيرش على جوجل هتلاقيه ايه؟ موجود معاك حاجات في الكوزاين وحاجات في الصين ازاي تحول في كوزاين مجازين تبقى على اس تبقى مصر كده جدول انا مش عايزك تتفضل بس انا بقول لحضرتك ان بس مصفوف يقدر يشتغل بايه؟ بحاجه زي دي. طيب الحته اللي احنا قلنا عليها اهي تفاضل تضربه في اس والانتجريشن تقدر تقسمه على اس اي حاجه بتفاضل تربيع تبقى اس تربيع اس تكعيم اس اس 4 اس اس 5 اس اس مليون يبقى متفاضله بنفس درجه رفع الاس الموجوده معانا يبقى لابلاس ترانسفورم الموجود مع حضرتك ده هو اللي احنا خدناه عشان نحول الديفرنشال ايكويشن هنا اس المره اللي جايه مع بعض هنكمل ازاي ناخد المعادله دي كاس دومين بقى ونعمل نفس اللي احنا عملناه بس بدل بلوك بقى وسيم لينك وكمان ده عملناه لك على الكمبيوتر بلوك مباشره. ازاي تدخل المعادله دي مباشره في المتاب الموجود معاك وتطلع برضه نفس الرسمه اللي احنا قلنا عليها شكل الفرج عالي ازاي؟ عشان كده المره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم في القصه دي يبقى النهارده فتحنا مع حضرتك المتاب وقلنا ازاي نشغله وازاي نبني بلوك على السيم لينك الموجود معانا والاسبوع الجاي هنكمل وعندنا حاجه اسمها ستيت سبيس موديل هنعمل موديل بس في حاجه اسمها ستيت سبيس طبعا نظرا لقصر الترم كان في حاجات قبل موضوع الستيت سبيس ده المفروض نكمل فيها لكن طبعا احنا عندنا المفروض محاضره اونلاين اخر الاسبوع ده ومحاضره الاسبوع الجاي وكل سنه وانتم طيبين الاسبوع اللي بعديه عملي اللي هو 28 تقريبا ف